الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني خلال 3 سنوات الماضية، المشاريع المنجمية سكة الحديدية وتحلية مياه البحر على رأس المشاريع التنموية المنجزة. لإثراء هذا النقاش أعرض إلى مختلف هذه النقاط وأخرى، أسعد باستضافة سيد هشام صفر نائب بالمجلس الشعبي الوطني. أهلا بك سيدي. شكرا لكم على تلبية الدعوة وتحية لكل من يتابعنا عبر قناة نهار. مرحبا بك. بداية الأكيد أنه هذه الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية على لسان المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية سيد حاج محمد سبع، أكد أن ميزانيات الاستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة بلغت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 6500 مليار دينار جزائري. ما هي قراءتك لهذه الأرقام وما تعكسه على أرض الميدان؟ والله قراءتنا لهذه الأرقام، أولا هي أرقام واقعية، يعني تم المصادقة عليها في قوانين مالية ثلاث، قانون مالية 2021 2022 2023، وهذا ما ناقشناها نحن كنواب وبصفتي عضو في لجنة المالية والميزانية. يعني هذه الأرقام هي تؤكد أنه الدولة الجزائرية عند كلمتها فيما يخص المشاريع المهيكلة التي جاءت في قانون الاستثمار، وهذا الشيء كان مفقود في وقت مضى لأنه الجزائر كانت عند كلمتها والتزمت، وهذا الشيء من شأنه أنه يرجع الثقة المفقودة في قوانين استثمارات سابقة في عقود مضت، لأنه ما جاء به قانون الاستثمار الحالي كهدف هو استرجاع الثقة المفقودة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي اللي كان غائب تماما في الجزائر، والجزائر كانت غائبة تماما عن استقطاب المستثمرين الأجانب. ما جاء في قانون الاستثمار عنده علاقة مباشرة بالأرقام اللي ذكرتها وزارة المالية عن طريق الناطق نتاعها اللي هو المدير العام للخزينة، المقدرة ب 6500 مليار مقسمة على 3 سنوات 2021 2022 2023. هنا نعم اختلافات طفيفة يعني، ومع نمو من سنة إلى أخرى. هذه المشاريع المهيكلة اللي جات في قانون الاستثمار هي المشاريع اللي تضم أكثر من 500 عامل، ومشاريع اللي تضم حوالي 200 مليار سنتيم فأكثر، أو كل الاستثمارات الأجنبية هي المعنية بالمشاريع المهيكلة في قانون الاستثمار الجديد. الجزائر التزمت في قانونها الاستثمار لأنه درست الأشياء التي نفرت المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الجزائر، وهي الأعباء المتعلقة بالتنمية، الأعباء المتعلقة بالبنية التحتية. نعم. هنا هذه المبالغ الضخمة لما في قانون الاستثمار كانت مادة واضحة تقول أنه البنية التحتية تكون كليا أو جزئيا على عاتق الدولة الجزائرية بعد الاتفاق مع المعني في عقود تحدد ما توفره الجزائر. الجزائر كانت انطلقت يعني في شراكات استراتيجية مع دول أجنبية، مثلا في مجمع الفوسفات في غار جبيلات، وحنا شفنا هذا 6500 مليار فيها 700 مليار للفوسفات في شرق البلاد، وفيها أكثر من 1000 مليار في غار جبيلات بما فيها تهيئة خطوط السكة الحديدية المزدوجة لتحلية مياه البحر لضمان يعني حتى إذا عرف المناخ يعني الجفاف راح تتوفر المياه، استكمال ما تبقى من أسطر في طرق السيارة وغيرها من البنى التحتية التي تكلف المشاريع الاستثمارية مبالغ ضخمة. هنا الجزائر يعني وفات بعهدها مع المستثمرين الأجنبيين وماشية في 3 سنوات، ومازال في سنة 2024 هناك مبالغ أخرى ضخمة خصصت للاستثمارات العمومية. لهذا أنا نقول أنه المؤشرات الاقتصاد الكل
الكل للجزائر راهي في الخانة الخان الخانة الخضراء، وهذا ليس بشهادتنا نحن كنواب أو كجزائريين بل بشهادة المؤسسات المالية الدولية، وهذا شيء جميل، هو الشيء اللي خلينا نرجع نوعا ما إلى سنوات العجاف. يعني بنديروا مقارنة، يعني الاقتصاد الجزائري قبل سنة 2019 كان على مشارف يعني الانهيار، وأيضا السياسة التصريحات السياسية الوقت ذاك كانت انهزامية، كانت يعني تروج إلى إلزامية الذهاب إلى الاستدانة الخارجية. الحمد لله اليوم الجزائر ما هي مستدانة خارجية، الحمد لله اليوم الاقتصاد الجزائري هو الثالث إفريقيا، وما زلنا نطمح لتحقيق مناصب أحسن للذهاب بالجزائر إلى بر الأمان. أيضا يعني اليوم الناتج الخام المحلي راه 270 مليار دولار، نسبة النمو راهي مستقرة عند 4% وتقريبا هي الأحسن في المنطقة. الدينار الجزائري راه يعرف يعني تحسن كبير، وهذا بفضل الإصلاحات الاقتصادية على غرار يعني وضع حد للاستيراد المزيف، وضع حد أو تقنين الاستيراد يعني تشجيع الإنتاج المحلي، هي كلها يعني عوامل أدت إلى الوصول للاقتصاد الكلي للجزائر إلى الخانة الخضراء. فقط نوضح يعني السياسة التصريحات السياسية في قبل 2019 وبعد 2019. قبل 2019 كانت انهزامية تروج إلى الاستدانة الخارجية، اليوم على لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يقول أنه الجزائر في سنة 2024 اقتصادها سيعرف يعني قفزة وطفرة نوعية، وستجسد كل الاستثمارات، وأنه الجزائر سيحسب لها حساب يعني كبير من طرف الجميع، يعني حتى تصريحات سياسية راهي مطمئنة حاليا. نعم. طيب لما نتحدث عن مشاريع يعني في ربما الصناعات المنجمية على غرار منجم أو مركب الفوسفات المدمج اللي يستفاد مبلغ يقدر ب 700 مليار، ومشروع استغلال منجم غار جبيلات لأكثر من 1000 مليار دينار جزائري، ألا ترى أن هذا النوع من المشاريع تركز عليه الدولة من أجل توفير اليد يعني توفير المواد الأولية المستخدمة في إقامة يعني ربما مشاريع صناعية كبرى، استثمارات حقيقية، خلافا للماضي اللي كنا نشوفه أنه مبالغ يعني تستهلك هباء منثورا، اليوم نشوفه أنه حتى هذه الأرقام وضعت في مكانها، يعني يعطي لك أنه صرفنا 1000 مليار في غار جبيلات، صرفنا 700 مليار في مركب الفوسفات المدمج وغيره، هل سنرى ثمار هذه المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة؟ والله أكيد، يعني أولا احنا الجزائر لما أرادت أن تقلع اقتصاديا اللي هو كان أولويات رئيس الجمهورية وضعت يعني أصبعها على الجرح، يعني ما الشيء الذي نفر المستثمر المحلي أو الأجنبي من استثمار في الجزائر. يعني أنت لكان كنت مستثمر أجنبي لما تستثمر في غار جبيلات أو تستثمر في غار الفوسفات، يعني ماكش مطالب تخسر أموال ضخمة لنقل ما تنتجه إلى الشمال، لأن السكك الحديدية تكلف مبالغ كبيرة، يعني نقل الحديد في غار جبيلات يعني هذا العملاق النائم لعقود من الزمن. لماذا سيتحرك الآن؟ لأنه النظرة الاستراتيجية للدولة الجزائرية كانت واقعية وكان صحيحة، ولعله أنه هذا الأموال وضعت يعني فعلا لا قولا على أرض الواقع. رانا نشوفه يعني أنا مثلا راني من الشرق الجزائري وراني نعاين يعني دوريا يعني نسبة تقدم خط السكة الحديدية المرعى برا ولاية قالما اللي هو خط السكة المزدوج الرابط بين تبسة وعنابة مرورا بسوق هراس وقالما، يعني واقع هذه الأموال التي ضخت هو موجود يعني
يعني المواطن يراه في بعينه. زيد الى ذلك يعني اشاره يعني ربما تكلمتي على مشروعين، واحد ضخه فيه 700 مليار والاخر ضخه فيه 1000 مليار، واحد باقصى الجنوب الغربي الجزائري والاخر باقصى الشرق الجزائري، هو ما يؤكد حرص رئيس الجمهوريه على وضع توازن جهوي بين ولايات الوطن يعني، وحرصه يعني على توزيع هذا لثروات الوطن واموال الخزينه العموميه من اجل اقلاع اقتصادي في يشمل كل الجزائريين في كل ولايات الوطن دون التفرقه بين الشمال او الجنوب والهضاب والشرق والغرب، ولعله ايضا ما قام به رئيس الجمهوريه من استدراك من ميزانيات استدراكيه لبعض ولايات الوطن اللي عرفت تخلف في التنميه على غرار مثلا خنشله، تيسمسيل، تندوف، الجلفه، وربما ولايات اخرى لما لا ولايتي ولايه قالما، ولايه ميلا، لما لا ولايات جنوبيه جديده التي تم استحداثها، وكذلك ولايات داخليه. ربما لكان الجزائر اليوم الناتج المحلي تاعها راهو 270 مليار دينار، وطموحات رئيس الجمهوريه انه يرتفع الى 400 مليار دولار، عفوا ليس دينار، الى 400 مليار دولار في حدود سنه 2026. هنا نظر الاستراتيجيه لرئيس الجمهوريه وللدوله الجزائريه في استغلال كل ثروات الوطن وتحقيق توازن في اجتماعي، توازن اقتصادي في اقلاع لاستثمار كل ولايات الوطن. وهنا يجب ان نشير الى انه في وقت مضى كانت هناك ولايات تعرضت الى في عقود مضت تعرضت الى تهميش، تهميش ممنهج يعني نعطيك مقصود يعني. مقصود يعني سواء في التنميه، لانه التنميه عندها علاقه مباشره بالاقلاع الاقتصادي، وهي علاقه عكسيه يعني، التنميه ضروريه للاقلاع الاقتصادي، والاقلاع الاقتصادي يعزز التنميه بتلك الولايات، ما جعل هناك ولايات يعني عرفت التنميه في حين ولايات لم تعرف بها التنميه. لهذا نقول بعض ولايات الوطن نقول ما نياقها ما عقرت، لكنها صرمت لانه تم ظلمها وحرمانها من التنميه. ومعليش لكن نعطيك بعض يعني الامور التي جاءت لتصحيح هذا. نبداوها مثلا بالجانب التشريعي، لما يعني كنا في اعداد قانون الاستثمار تفاجئنا في عقود مضت من 90 وسنه 2000 وغيرها ان هذه الولايات يعني في الاستثمار لم تستفيد تماما من الامتياز. يعني نشوفوا ما عندها حتى بلديه مخصصه بانها ولايه فقيره وايله للنمو، يعني هذه الولايات قوانين الاستثمار السابقه ما اعطتهاش امتيازات، شيء اللي خلى ولايات تنهض اقتصاديا وتقلع اقتصاديا في حين ولايات اخرى لم تقلع. لهذا نقول لك هذه الولايات نياقها لم تعقر، لكن صرمت بهذا العمل الممنهج التشريعي. هذا بالنسبة للتشريع. نجيك نقطة مهمة جدا وربما لم يسال عليها الحبر، لكن كبرلماني يجب أن أشيرها للقرار الجريء والسيد للسيد رئيس الجمهورية في إلغاء لطاب الرسم على النشاط المهني. هذا الرسم النشاط المهني يعني لما بحثنا احنا نواب كأعضاء في اللجنة المالية والميزانية عنده فوائد اقتصادية، لأنه يقلص إيتاوات على أصحاب النشاط، ويقلص من التجارة الموازية يعني، ونقضيه على الفورمال بها. لكن الأخطر منه هو أنه لطاب هذه الأموال تاعها وين كانت موجهة؟ هي كانت موجهة تقريبا 12 ولاية فقط. يعني كانت تستفاد منها 12 ولاية فقط في التنمية وغيرها، في حين هذه 90% من الأموال تقريب يعني 50% كانت في ولاية واحدة، في حين باقي ولاية الوطن لم تستفاد. وهنا كان القرار تاع رئيس الجمهورية في سنة 2023 بإلغاء هذا الرسم، وتم تعويضه بمداخيل أخرى توزع بالعدل عبر ولايات الوطن وتروح لميزانية الـ FCCL، لأنه أخي عبد المالك يعني
يعني احتياجات التنمية في ولاية الوطن يعني ورثها رئيس الجمهورية ما هيش متساوية عبر كل ولاية الوطن، لكن احنا مثلا في إعداد ميزانية الدولة نشوف مطالب بعض الولايات تكون كمالية يعني في مرافق كبيرة، في حين ولايات أخرى على غرار مثلا خنشلة أو تاسيسين يعني نلقاو يطلبوا الغاز يطلبوا أمور بدائية، وهذا الشيء اللي خلى رئيس الجمهورية ينتبه إلى برامج استدراكية لإرجاع هذا التوازن، وأيضا لتحقيق الشمول الاقتصادي الكامل مثل ما نسعى. أستاذ لو سمحت يعني أكيد في هذه النقطة، هناك ولايات ربما في وقت سابق على غرار مثلا منجم الونزة لنشط الولاية تاعه، هناك مشاريع حقيقية ليعرفها كل جزائري أن هذه الولايات ارتبطت بهذه المشاريع، ألا ترى أن هذه المشاريع هي من تحيي ولاياتها؟ لأنه بعض الولايات في وقت سابق كان ما فيهاش مشاريع حقيقية، اليوم هناك مشاريع منجمية، سكة حديدية، مشاريع استثمارية، تحلية مياه البحر، استخراج مياه الآبار وغيره، هذه المشاريع ربما هي من تحيي هذه الولايات. اليوم هناك إعادة توزيع لخارطة الاستثمارات، إعادة توزيع لخارطة استغلال الموارد الأولية لهذه الولايات، ألا ترى أنه سوف يتم تحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين هذه الولايات اللي كانت مهمشة في وقت سابق؟ اليوم مثلا الولايات الجنوبية على غرار الغردايه ورقلة أدرار تيميمون أصبحت تستقطب أصحاب الاستثمارات الفلاحية، في وقت سابق كانت مهمشة، كان يقال أن الأراضي الصحراوية غير صالحة للزراعة، اليوم أثبتت العكس، ألا ترى أن هذه الرؤية الجديدة هي اللي تحيي ولايات اللي كانت في وقت سابق مهمشة وكانت منسية إن صح القول؟ نعم والله، يعني اولا احنا نستبشر الخير ان قضينا على بعض الثقافات الخاطئه اللي كنا راسمين على غرار مثلا الصحراء الجزائريه صحراء قاحله لا تزرع لا تصلح بزراعه، الحمد لله اليوم يعني ما شفناه في الضرر وشيء ربما يثلج الصدر ويعني وضر بصدور من يتربصون بالجزائر لتوصلوا انهم يقولوا ذكاء الاصطناعي، والحمد لله كان رد رئيس الجمهورية قال لك الذكاء الاصطناعي يوكلنا يعني الخبز مرحبا به، يعني هذا شيء ليبين أنه الإقلاع الاقتصادي في المجال الفلاحي أو في المجال السياحي أو في غيره رواقع، وربما أنه هذه المشاريع يعني الكبيرة والمهيكلة يعني كانت تتغنى بها كل الحكومات وكل مخططات عمل الحكومة كانت تتكلم على تحقيق توازن بين ولايات الوطن واستغلال خارج بلاد وغيرها، لكن السؤال المطروح لماذا لم ترى نور هذه المشاريع إلا خلال سنوات القليلة الماضية، لأن الإرادة السياسية الآن راهي صادقة والأليات والميكانيزمات وضعت، لأن المبالغ المالية التي ضخت لم تضخ في وقت مضى في أماكنها. نعم لم تضخ في أماكنها ولم يتم يعني وضع دينامي يعني وآليات رقبية يعني صحيحة لتمكن من أنه تكون تفعيل هذه المشاريع أنها تعرف النور على أرض الواقع. نقول أنه قطار الإقلاع الاقتصادي راه يسير في السكة الصحيحة، وإن شاء الله كما تنبأ له السيد رئيس الجمهورية أنه الاقتصاد الوطني سيعرف يعني قفزة نوعية وحقيقية، ورح نلمسه كل هذا الورشات المفتوحة حاليا راح نلمسوها في حدود سنة 2027 يعني راح تطبق على أرض الواقع فعلا لا قولا. طيب سيدي هشام صفر، انطلاقا من كلامك هو أنه مثل هذه المشاريع في عمر الدولة تحتاج إلى سنوات من أجل أن تظهر نتيجتها النهائية، على غرار ما يظنه الكثير من الجزائريين أن هذه المشاريع آنية وظرفية ويجب أن تحدث ربما نتيجة فورية، لكنها تحتاج إلى وقت من أجل أن تجسد ميدانيا. سيد هشام صفر نائب المجلس الشعبي الوطني، شكرا لك على كل ما قدمته خلال هذا النقاش. مشاهدينا مستمرون معكم.